درجات حرارة قريبة من المعدل وأجواء باردة بشكل لافت ورياح شرقية نشطة والتي من شأنها أن تزيد الإحساس بالبرودة. والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح، شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. تظهر الخرائط الجوية والتي تحاكي توقعات حركة الضغط الجوي السطحي في المنطقة بتأثر المملكة بامتداد ما يسمى المرتفع الجوي السيبيري، ويسبب هذا المرتفع أجواء مستقرة وصحوة في أغلب المناطق، ويتوقع أن يتسبب المرتفع الجوي بنشاط للرياح الجنوبية الشرقية والتي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الأجواء بشكل لافت وبخاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، مما يستوجب ارتداء ملابس أكثر دفئاً، ويتوقع أن تكون هبات الرياح قوية أحياناً وخاصة في المناطق الشفاغورية، الأمر الذي يستوجب الانتباه للمزارعين من مخاطر تأثيرات سرعة الرياح على البيوت البلاستيكية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة. أما في 3 أيام القادمة فتكون الأجواء في العاصمة عمان يوم الجمعة 12 درجة مئوية نهارا، 5 درجات مئوية ليلا. نود التنبيه بأن هذه درجات الحرارة المقاسة، ولكن درجات الحرارة التي نشعر بها أو المحسوسة تكون أدنى بكثير من ذلك. أيضا يوم السبت 11 درجة نهارا، 6 درجات ليلا، وأخيرا يوم الأحد 12 درجة نهارا و7 درجات ليلا، وتكون الأجواء غائمة جزئيا فيما يخص عطلة نهاية هذا الأسبوع. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد. 17 إلى 10 درجات في المفرق، 14 إلى 7 درجات جرش، من 15 إلى 8 درجات، وفي عجلون من 15 إلى 9 درجات مئوية في ساعات المساء. عمان 12 إلى 5 درجات، الزرقاء 14 إلى 7 درجات، في البلقاء 13 إلى 7 درجات، مادبة 11 إلى 6 درجات، وفي البحر الميت 22 إلى 15 درجة مئوية في ساعات الليل. أما في الكرك 12 إلى 6 درجات، في الطفيلة 12 إلى 6 درجات أيضا، معان 12 إلى درجتين ليلا، في جبال الشرات 9 إلى 3 درجات، وفي العقبة 21 درجة إلى 12 درجة مئوية في ساعات الليل. أخيرا في المناطق الشرقية 13 إلى 5 درجات، في رويشد، في الصفاوي 14 إلى 7 درجات، وفي أخيرا في الأزرق من 15 إلى 8 درجات مئوية. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح، شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.